الانطلاقات من خلال إقامة هذا السباق، وسمي تيمنا على قصر الحصن بتوجيهات سامية من سيدي رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخرا يا رب العالمين. انطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا الخامس الذي خصص للجعدان المحليات الأصايل لمسافة 8 كيلومترات في هذا الميدان في عاصمة الميادين. هنا تشهد هذه الانطلاقات الجميلة هنا بدعم كبير وحضور متميز ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد الهيان مستشار سيدي رئيس الدولة ورئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن. ينطلق هذا الشوط، وجائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول، ومن المركز الثاني حتى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة رصدت لهذا المهرجان الأغلى على مستوى الخليج. نسير إلى المقدمة وأرى المهلهل المهلهل ويهلهل المهلهل لسالم بدهيمي بن غافان الخيالي في المركز الأول، وهل الرماح يبغون التحية والسلام وهل الفلاح وهل الخزنة. المركز الثاني أصبح من نصيب الأسد خليفة بن خميس الغويص السويدي، هو مالك الأسد من خلال هذا الشعار الذي سجل في الذاكرة من سنوات ماضية. فنتمنى لك التوفيق يا أبو سيف في هذه الانطلاقة الجميلة. المركز الثالث هناك شاهين لسعيد بن سيف بن عبيد بكديد الفلاسي يأتي في المركز الثالث. المركز الرابع أصبح من نصيب صوغان لحربي بن سهيل بن صالح العامري. المركز الخامس نشوف الخامس الآن اللي خذ المركز الخامس اللي هو الواعي العبيد بن سالم بن سيف المزروعي خذ المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. المركز السادس هنا يتدخل هملول سلطان بن مطر بمحيان الاجتبي، هل الذيد يطالبونك بسلام. المركز السابع هنا التدخل من شاهين سيف بن غالب بن سلطان المنصوري. ننتقل إلى المركز الثامن وأرى صوغان لعلي بن عبد الله بن سالم المسافري راعي صوغان. المركز التاسع من الجانب الآخر هناك شعار بن حنزان ضيفنا العزيز من دولة قطر على ظهر الطاير سالم بن حنزان بن خاتم بن حنزان النعيمي. المركز العاشر أصبح من نصيب الكاسبي لمايد بن علي بن سالم الاجتبي. هذه نتيجتنا أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. يا سلام الله يا الجعدان، جعدان مميزات، شعارات أيضا مميزة لأبناء القبائل. هنا أتوا للمشاركة من شتى دول مجلس التعاون الخليجي، هنا يجمعهم مهرجان الحصن، مهرجان الحصن الغالي، هذا المهرجان الذي يحمل اسم الحصن، حصن آل هيان الكرام. يا سلام، نعود إلى المقدمة، نعود يا بن مية، يا بن مية إلى المركز الأول، يا بن مية مع المركز الأول، مع المهلهل، المهلهل، الله، هذا الاسم يذكرني بشيء جميل. سالم بن الدهيمي بن غافان الخيالي هو المالك ايضا. هل الخزنه قلنا يطالبون بسلام اليوم. النقل التاليه على الاسد، الله يا الاسد، يذكرني باسد الرئاسه، يذكرني بول شاهين الكليلي. الله الله الله، الاسد في المركز الثاني، هذا هو الاسد. وتعود ملكيت أيها الإخوة لخليفة بن خميس لغويص السويدي. النقلة التالية على المركز الثالث، وهنا التدخل من شاهين واسرع من الشواهين سعيد بن سيف بن عبيد بكديد الفلاسي. المركز الرابع، وين المركز الرابع؟ بنشوف المركز الرابع أيها الإخوة، ننتظر المركز الرابع. هذا هو اللي هو صوغان حربي بن سيل
بن صالح العامري في المركز الرابع، المركز الخامس اللي تدخل في هذه اللحظات هملول سلطان بن مطر بن محيان الاجتبي، خذ المركز السادس، المركز السابع او المركز السادس، المحيان المركز الخامس، المركز السادس اصبح من نصيب الواعي عبيد بن سالم بن سيف المزروعي، المركز السابع اللي تدخل اللي هو الكاسبي مايد بن علي بن سالم الاجتبي، خذ المركز السابع، المركز الثامن ضيفنا العزيز الطاير 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 من سلالة الطاير سالم بن عزاب الخاتم النعيمي، خذ المركز السابع والمركز الثامن اللي تدخل شاهين سيف بن غالب بن سلطان المنصوري، والتاسع هنا شاهين راشد بن خليفة بالمر النيادي، والمركز العاشر هنا حشيم للاحج بن عبيد بن سالم بالهلي. الله يا عبيد يا بالهلي، ايام جميله، ايام يا ابو سيف، ايام 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 ايضا خبير خبير العين في التضمير، الله ايام ايام ربدان، اي اي ايام المقام، ايام المقام الجميل. نعود الى المقدمه، نعود الى المركز الاول، نعود الى المهلهل، المهلهل لا زال يهلهل في مقدمه الشوط، لا زال يهلهل المهلهل. هذا هو سالم بن الدهيمي بن غافان الخيالي في المركز الاول، والملاحقه القويه، الملاحقه الشرسه من الاسد، الاسد الاسد اسد خليفه بن خميس الغويص السويدي ياتي مع الاسد في المركز الثاني، المركز الثالث المركز الثالث اصبح من نصيب شاهين، في المركز الثالث سيف بن سعيد بن عبيد بكديده الفلاسي، المركز الرابع 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 بننتظر الى المركز الرابع، المركز الرابع الكاسبي مايد بن علي بن سالم الاجتبي في المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس شاهين سيف بن غالب بن سلطان المنصوري، المركز السادس، المركز السادس هنا بن غالب وصل، وصل بن غالب مع شاهين. الله يا بن غالب يذكرني في ايام المزاينه، يذكرني في ايام الركض والمزاينات، سيف بن غالب بن سلطان المنصوري واصل مع شاهين، شاهين شاهين واصل، نعم. وهنا التدخل، التدخل في هذه اللحظات، التدخل من شعار المحيان، شعار المحيان هملول سلطان بن مطر محيان الاجتبي، خذ المركز السادس ولكن ينخطف من قبل شاهين، ايضا راشد بن خليفه بالمر النيادي. ونحن الان نقترب من جسر العبور، جسر العبور، هذا هو جسر العبور، اي ما تبقى عن ثلاثة كيلومترات عن خط النهايه، حينما نقول جسر العبور اي ما تبقى 3 كيلو. وايضا ان سالتوا عن موقعنا في هذا الميدان وفي العراب، نعود إلى المقدمة، نعود إلى شاهين سيف بن سعيد بن عبيد بكديدة في المركز الأول، لا زال، ولكن هناك هناك لا زال. وشوفوا اللقطات الجوية هنا على قناة ياس، قناة ياس التراثية، لقطات جوية مميزة. شكرا يا أبو حمدان، شكرا لسمو الشيخ سلطان بن حمدان، شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي على هذا الاهتمام وعلى هذا الحضور وعلى هذا التطور لهذا الميدان في عاصمة الميادين. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول. المهلهل لا زال يهلهل، لا زال يهلهل وهو في مقدمة الشوط. هذا هو المهلهل، هاي وهو المهلهل سالم بن الدهيمي بن غافان الخيالي، لا زال في المركز الاول، المركز الثاني اصبح من نصيب الاسد، الاسد ملك الغابه هنا يبغي ملكي هذا الشوط، الاسد اسم قوي، اسم مميز في عالم سباقات الهجن، له الانجازات السابقه، هذا هو الاسد خليفه بن خميس الغويص السويدي. ولكن هل الطلايب وصلوا؟ هل الطلايب في هذه اللحظات؟ شاهين سيف بن سعيد
سعيد بن سيف بن عبيد بكديدة الفلاسي وصل في هذه اللحظات مع شاهين، وصل مع شاهين ووصل هناك شعار المحيان وشعار النيادي بالمر، شاهين أيضا راشد بن خليفة بالمر النيادي ويحمل أيضا رقم واحد في هذه اللحظات يتمنى، وشعار جميلة هذا الشعار، جميل مثل جميلة ومثل العديد من السلالات الموجودة في هذه الحزبة. نعود إلى المركز الخامس، هنا شعار المحيان وصل، خذ المركز الرابع في هذه اللحظات هملول حشيم، يا حشيم وأول إذاعة وكفته مليئة بالترشيحات، هذا هو حشيم، حشيم لاحج بن عبيد بن سالم بالهلي، يا سلام يا أبو سيف، ما شاء الله تبارك الله، يغير وينتقل من مركز إلى آخر في هذه اللحظات، ولكن المهلهل لا زال يهلهل، لا زال يهلهل وهو في مقدمة الشوط، يهلهل بالمركز الأول وبالناموس حتى هذه اللحظات، وهالي الخزنة لا زالوا ينتظرون ويتأملون أيضا الفوز والسلامات من المهلهل، وهنا حشيم، حشيم يخترق حاجز الصوت، يخترق حاجز الصوت، السلالة الصوغانية، السلالة المعروفة، يا سلام، ولكن عاد، عاد المهلهل، عاد المهلهل إلى مقدمة الشوط، عاد المهلهل وهو في المركز الأول، هذا هو المهلهل، سالم بن الدهيمي بن غفان الخيالي، والمركز الثاني هنا حشيم، حشيم في مركز، في مركز الحشمة لاحج بن عبيد بن سالم بالهلي وصل هنا اللي في المركز الثالث، عطني لقطة يا الهواري، هملول يا هملول، مطر بن محمد بن مطر بن غدير الاجتبي وصل، وصل واندفع، وأول إذاعة، أول إذاعة، أول إذاعة، وحشيم، حشيم، 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 غير، غير النتيجة، صاحب السيارات، صاحب الإنجازات، يا سلام، يا سلام يا حشيم في المركز الأول، يا سلام، هنا عبيد بالهلي يستعيد ذكرياته الجميلة، يستعيد ذكرياته، هنا والخمسمائة متر الأخيرة، الخمسمائة متر الأخيرة، والهواري يركز على حشيم وعلى أيضا هملول، مطر بن محمد بن مطر بن غدير الاجتبي أيضا يبغي، يبغي يضيف إنجاز جديد لإنجازاته السابقة، وصل هنا الواعي، الواعي، الواعي عبيد بن سالم بن سيف المزروعي وصل بكل قوة، وصل ولكن حشيم، 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 هنا، هنا حشيم، وهنا أيضا هملول، هملول، وين السلام؟ يذهب إلى نزوة أو العين، العين، سلام يا العين، سلام، سلام للسيارة الثالثة، السيارة الثالثة لحشيم، تهانينا للجيمي، تهانينا للجيمي، تهانينا الجيمي المستجيمي، تهانينا أيضا والناموس للسيد لاحج بن عبيد بن سالم بالهلي، وشكرا لسيف أيضا بن عبنا بن عبيد بالهلي، المركز الثاني وصل فيه هملول لمطر بن محمد بن مطر بن غدي الاجتبي، الله يقول حق، قدم عرض ممتاز، المركز الثالث، المركز الثالث وصل فيه الواعي عبيد بن سالم بن سيف المزروع، المركز الرابع، المركز الرابع الواعي لعبيد بن سالم بن سيف المزروعي، والمركز الخامس شاهين راشد بن خليفة بالمر النيادي، هكذا كانت النتيجة والتوقيت الزمني لحشيم 12 دقيقة 58 ثانية، ثلاثة من الأجزاء، تهانينا للسيد لاحج بن عبيد بن سالم بالهلي، وسلام يا العين، سلام، المركز الثاني هملول 12 دقيقة 58 ثانية، ستة من الأجزاء، تهانينا أيضا لمالك هملول مطر بن محمد بن مطر بن غدير الاجتبي، والمركز الثالث وصل فيه أيضا المهلهل، حيث أن قطع المسافة 13 دقيقة 3 ثواني 8 من الأجزاء، تهانينا لمالك المهلهل أيضا اللي هو سالم بن الدهيمي بن غافان الخيالي، تهانينا لجميع الأخوة الفائزين، هكذا أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء عشنا أيضا دقائق جميلة، وشهدنا مع حشيم
وهو ينتزع المركز الأول ويستعيد ذكريات عبيد بالهلي ويضيف سيارة ثالثة لرصيده هناك في هذا اليوم، وبقيادة المتألق سيف بن عبيد بالهلي. تهانينا، وسمية يستاهل.